شهد الأسبوع الماضي زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى العاصمة البريطانية لندن، وما تضمنته من لقاءات مع قادة سياسيين ومفكرين، والمشاركة بأعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع، واستقبال جلالته رئيس جمهورية مونتينيغرو في عمان. أجرى جلالة الملك في العاصمة البريطانية لندن لقاءات مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيغ، تناولت ملفات مرتبطة بالعلاقات الثنائية وبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والأزمة السورية، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين القيادتين الأردنية والبريطانية. وشارك جلالة الملك في أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التاسع في لندن، والذي يعقد خارج العالم الإسلامي لأول مرة منذ انطلاقه، حيث ركز المنتدى على الخدمات المصرفية الإسلامية والتمويل والتكنولوجيا وتطوير البنية التحتية والصحة والصادرات والتعليم والشباب. ويمثل المنتدى فرصة اقتصادية مهمة لترويج التمويل المصرفي الإسلامي في الأردن وعرض فرص الاستثمار في المملكة. All Muslims around the world can and must share in global productivity and prosperity. And this requires economic vehicles of every size, from global alliances to small and medium enterprises. We must actively engage the young men and women who are the heart and the power of our future. Islamic finance and banking has a vital role. Jordan is proud to have been among the first homes of modern commercial Islamic banking. And in 2012, Jordan's parliament passed a new legislation regarding sukuk. This will serve as a framework for Islamic finance to take root and grow, providing new mechanisms for financing government, SMEs, and other enterprise, and helping to alleviate poverty. Islamic banking has proven more resilient and more secure than conventional methods, and it has grown tremendously. And Jordan is committed to help realize that promise. And I'm proud that despite recent global crises and regional turmoil, our country remains a resilient and safe haven for our people and our partners. وعلى هامش المؤتمر التقى جلالة الملك سلطان بروناي حسن البلقية والرئيس الأفغاني حامد كرزاي ورئيسة كوسوفو عاطفة يحيى آغا، كما التقى جلالة الملك عمدة لندن بوريس جونسون وبحث معه سبل تعزيز التعاون وبناء القدرات واستفادة الأردن من التجربة البريطانية في إدارة المدن والبلديات. على صعيد متصل التقى جلالة الملك في البرلمان البريطاني مجموعة من أعضاء مجلس العموم، حيث أكد جلالته موقف الأردن تجاه الأزمة السورية والداعمة لمساعي التوصل إلى حل سياسي شامل لها. وفي الشأن المحلي أكد جلالة الملك أن الأردن ملتزم بخريطة طريق نحو تحقيق الإصلاح الشامل، وبيّن جلالته أن الربيع العربي شكل فرصة للأردن للمضي في خريطة طريق إصلاحية متدرجة ومدروسة ونابعة من الداخل جعلت منه أنموذجاً على مستوى المنطقة. كما التقى جلالة الملك خلال زيارته مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، حيث جرى بحث علاقات التعاون الثنائي بين الأردن وبريطانيا. وكان قد شهد الأمير تشارلز خلال زيارته إلى الأردن العام الماضي توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ومؤسسة أمير ويلز الخيرية، كما تم إعلان مبادرة جديدة لإحدى المؤسسات الخيرية التابعة لولي عهد بريطانيا لتنفيذ مشاريعها ولأول مرة خارج المملكة المتحدة لتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم الاقتصادية وتطوير المشروعات الناشئة من أجل توفير فرص عمل جديدة لهم. استقبل جلالة الملك وجلالة الملكة الأسبوع الماضي رئيس جمهورية مونتينيغرو فيليب فويانوفيتش والسيدة عاقلته،
وأكد جلالة الملك ورئيس جمهورية مونتينيغرو خلال جلسة مباحثات ثنائية تبعتها موسعة عقدت في المكاتب الملكية في الحمر، وتناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، الحرص المتبادل على تعزيز وتفعيل علاقات التعاون بين الأردن وجمهورية مونتينيغرو.